تزامناً مع عطلة التلاميذ الربيعية، تتواصل فعاليات قرية الأطفال بقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة، والمنظمة تحت إشراف مديرية الثقافة لولاية قسنطينة، بالتنسيق مع جمعية مريد الطريقة العيساوية والإبداعات الشبانية. الورشة الأولى كما تشوفوا تجميل الأطفال، وكان الورشة الثانية أخذ الصور مع المهرجين ومع الدوما الكبرى. هذه الأيام تاع القرية بدأت 23 مارس إلى غاية 31 مارس. عجبني كمسرحيات بزاف ملاح، وكاينين المهرجين، كاينين لعبات بزاف. شريت لي ما لي ماسك والقصص والنبايل كلش هكا. جيت مع بابا وماما وجيت ودرت اليوم رقصت ودرت المكياج وشينا العاب وحنتفرجوا مسرحيه، وزدنا لبسنا زيتا بوكيمون وباربي وتصورنا، ومن بعد راح نمشيو لتيكوبا ندخلوا المسرحيه. قرية الأطفال الربيعية استقبلت زائريها بمجموعة كبيرة من العروض المسرحية والألعاب البهلوانية وقصص مع الحكواتي. بمناسبة العطلة الربيعية جيت نتفرج في المسرحية، المسرحية عجبتني بزاف بزاف، لعبت في الألعاب شتالي الدمية وصورتني ماما مع المهرجين. جينا مع بابا شرينا ألعاب دذونا المكياج. الزائرون الصغار مع أوليائهم استحسنوا المبادرة التي كانت فرصة لهم لأخذ الصور التذكارية مع المهرجين والدمى الكبيرة، كما استمتع الأطفال بورشات عديدة فتحت أمامهم الفرصة لاستخدام أدوات تجميل.